حضرتك في الاول قلت يا دكتوره انه في عيادات واحه موجوده في المستشفى العباسيه اللي موجودين فيها احنا هنا دلوقتي النهارده، وموجوده كمان في مستشفى حلوان، مش عايزين بعدين تتوسعوا وتفتحوا عيادات واحه في المحافظات؟ هو ده كان اصلا هي فكره واحه. احنا لما جينا من 3 سنين اتكلمنا مع دكتور ايمان جابر، هي مديريه اداره الاطفال المعوقين، ودكتور هشام رامي، كانت الفكره الاساسيه اللي احنا نبدا النواه ونبدا بعد كده ننتشر. ففي سنه ثالثه واحه انا ودكتور شيماء فكرنا ان احنا العباسيه ابتدت تقف على رجليها، فلازم ان احنا ننطلق لمكان تاني. فكانت فكره حلوان، المفروض ان احنا يعني هو الحلم الاساسي ان يكون في عيادات متخصصه في كل مستشفيات الامان العام للصحه النفسيه، عشان هو ده المكان اللي الناس بتقدر تجيه، هو ده المكان اللي الناس تقدر تتعالج فيه بأجور تقدر اعتقد بالظبط. اعتقد انه كمان الاسعار رمزيه انه كل الناس تقدر احنا توصل لكم، يعني مش بالنسبه لنا ان الخدمه تكون موجوده، احنا اهم حاجه بالاساس هو احترام البني ادمين، هو احترام. فاحنا في واحه بنعالج الناس بدون النظر الى العرق، بدون النظر الى جنسيه، بدون النظر الى النوع، بدون النظر عن الانتماءات، بدون النظر عن الافكار. فواحه بتستقبل اي انسان، طفل او مراهق او بالغ، من هنا فتحنا عياده واحه للبالغين، بتستقبل اي حد اتعرض لده بغض النظر عن انتمائه او عرقه او ديانته. ودي اكيد هتاثر عليه ان هو يحس انه مرتاح ويبقى فيه اكسبتد، يعني يبقى حاسس ان هو في ثقه ما بينه وما بين المكان.